مرحبا. أميز اللاعبين بالكرة العالمية كانوا هم من قصار القامة، والأمثلة كثيرة، مارادونا، ليونيل ميسي، مولر، وقائمة طويلة جدا. أيضا بالكرة العراقية كان هناك لاعبين مميزين ومن قصار القامة، واحد منهم ضيف اليوم في بنالتي، الكابتن الصقر الجوي وليد ظهد. هو من اضطهد نفسه بنفسه، انقطع عما حوله، أغلق هاتفه سنة كاملة، لم يكن ناشطاً أبداً على أي من تطبيقات التواصل الاجتماعي، لكنه الابن الأوفى للجوية، لم يغادر عش الصقور، ما زال محلقاً وأقدامه تلامس الأرض بقميص أزرق. كابتن وليد، شرفتنا وسعيدين جداً بتواجدك. الله يوفقك، أنا السعيد والتوازن ان شاء الله. احنا على قولتي يقول طلعناك من الارشيف لانه انت مبتعد، تليفون ماكو، مدفون صفحه ما عندك، مدفون. ليش كابتن؟ والله هي شوف انا اقول لك اياها، يعني هي يمكن نوبات الوضعيه او ظروف تحكم عليك تكون بعيد، يعني بصراحه يعني ظروف ترى يعني حتى رأي بموضوع كرة قدم، موضوع منتخب، رأي بالرياضة، رأي بنادي القوة الجوية، مبتعد تماما. يعني هي ممكن يصير مناقشات موجودة، بس أنا ملتهي بعملي بس بفريق. أنا أتكلم على السوشيال ميديا، أنا ما أتكلم عن أنه أنت داخل النادي أكيد عندك. لا ما عندي، ما عندي ذني كولن، ما عندي. أنا سمعت أنه أنت حتى تليفون كان ما عندك. ما عندي لمدة 6 أشهر تليفون بعيد ومرتاح. ليش؟ أفضل. طيب ولي ظهد النجم، يمكن قد يكون ما أريد أقول النجم الأوحد بالقوة الجوية، لكن نجويتك كانت يعني طاغية على الجميع. أنت ابن النادي البار اللي الكل يتحدث، لو ذكر ابن النادي فيذكر ولي ظهد. اليوم شلون يشوف القوة الجوية؟ يعني بصراحة يمكن احنا نريد نقول يمكن اكو هواي ناس خدمت مثل ما خدم ولي ظهد. أكيد أكيد، يعني كثير من اللاعبين اللي خاف أجيب اسم وأنسى لي اسم. اما اللي القوه الجويه يعني بصراحه احنا نبات تصير اشكالات موجوده او تصير ظروف تمر على كل عائله موجوده. انا اعتبر من احكي بهذا الكلام اعتبر نادي القوه الجويه بيتي الاول والاخير، مليون بالمئه، واذا ما تكون يمكن مو اتملق اعز من اولادي، كوني اعتبر احنا نعرف يعني كوني اعتبر ابن بيضه جويه ترعرعت او بديت او طفولتي. انت ما تركت النادي ابد من ال 85 لهاللحظه هذه، فيألمنا اللي دايس حتى من جاك احتراف يمكن ما طلعت ما رحت. انا ما طلعت، نعم. واغلب الانديه اللي عراقيه هي بالعقود اللي صار اضعاف يعني. نعم. اضعاف، نعم. صعبه تترك ناس هي قيمتك، هي حبتك، هي وصلتك للنجوميه. ابو احمد، انت دربت القوه الجويه، يعني كنت مدرب اول وايضا كنت مدرب مساعد وتعاملت يمكن مع كثير من الكوادر التدريبيه. الوضع يعني خلينا نقول الوضع التدريبي بالموسم الفات بالنسبه للقوه الجويه، ليش دائما كان وليد ظهد بعيد عنه؟ شوف نور، يمكن انا اصغر مدرب قدت الفريق بال 2008 2009 بالبطوله العربيه. أكيد. والحمد لله يعني كل ما اشتغل مساعد مدرب ويمر ظرف على الفريق تكاسة او ظرف مع كذا من المدربين اللي يعتمد او يستقيل او يستقيل، اكون اكمل المشوار والحمد لله انجح مع الفريق. يعني ابسط مثال، احنا بال 2011 الفريق مملي بنجوم المنتخب، اذا رزاق فرحان، اذا احمد خضير، جاسم غلام، هيثم كاظم، كثير انا موجود وانت موجود، يمكن التاسع احنا. نعم. عبرنا من المرحله الاولى من التاسع الى المركز الاول. فاحنا بالنسبه لي يعني كعملي انقطعت الفتره الاخيره، ما بدي اشوف اكو ظلم كثير يعني. يعني انا اخر فتره اللي النهائي ضد نفط الوسط كنتوا موجودين، هاي 2014 صحيح. 2015 بعدها ما كان لي اي نصيب مع الفريق. انت رافض لو هي ما يفكرون بوليد ظهد مره ثانيه يرجع يقود الفريق؟ المشكله مال اشوف اقول لك اياها، انا مهما تكون انا باقي اتعلم، يعني كل ما هذا تدربت مع مدربين من خيرة المدربين. نعم. كخبرة وكالناس اللي يدربون يعني. نعم. كابتن أيوب الله يرحمه، كابتن ناظم، صالح راضي، كلهم خضنا. نعم. وياهم التجربة. نعم. والحمد لله الشجاعة موجودة، الخبرة موجودة البسيطة اللي ممكن أخذناها. نعم. أكيد. أكيد. هذا اللي يخلينا. أما الفترة الأخيرة أنا قمت أرفض، أنا قمت أرفض، اتجهت إلى
الصالات اللي أنا كوني لاعب منتخب صالات 9 سنوات منتخب وطني. نعم. فاتجهت لهذا الاتجاه بحيث نبتعد من احنا بعدين نحكي شلون تحولت الى لاعب من الصالات، لان يعني هو انا دا اقول لك هذا اللي خلاني انا ممكن ابتعد من الساحات المكشوفه. الان الفراغ الاداري شلون يشوفه وليد ظهد كنجم القوه الجويه؟ اترك انه انت تعمل بالقوه الجويه و يعني تبرك مشجع. كابتن نور انا قلت لك بالبدايه، قلت لك انا بالنسبه للقوه الجويه اعز من اولادي، اللي دا نشوفه ما يستاهل نادي القوه الجويه. يعني مع احترامات لكل الاشخاص، يعني اليوم احنا لو اي ظرف ممكن يصير مع واحد هم لها قاعده، اكو ناس خيره ممكن تتدخل بهذا الامر. ما دخلت انت في سبيل لملمه الامور؟ انا بصراحه ليش القوه الجويه دائما عندها مشاكل بين فتره واخرى؟ المشادات اللي صارت هي يمكن خلتنا نبتعد، وانا ما ساكت يعني بصراحه، يعني عده اتصالات ويا اغلب الاخوان اللي موجودين في سبيل نلقى. بس انت تعرف هذا النادي يعني مو ملك واحد، ولا هذا النادي اكبر من وليد واكبر من كل شخص موجود به. احنا عندنا بالنسبه لي كاعتش كوليد ظهد نادي القوه الجويه خط احمر. نعم. اللي الخسران الوحيد هو الفريق، يعني احنا هسه بفتره الاعداد لازم يكون استقرار، جلب لاعبين لازم استقرار من كل شيء. نتمنى من الـ من الـ من الطرفين ان يحسون بهاي المسؤوليه وتاريخ هذا النادي، حتى نقدر نمشي هذا الموسم نحقق الانجازات اللي احنا نطمح لها قبل نكون مدربين. احنا مشجعين الجمهور الجويه، ايضا الجمهور العريض الكبير ايضا يجب ان يساعد، ايضا يجب ان يساعد الجمهور. انا مو قلت لك انا اثنين شخصين اللي هم ممكن خسرانين بهذا. نعم. اذا بقت هاي النزاعات. نعم. هو الجمهور والفريق. والفريق. نعم. هذول الاثنين. نعم. ناس محبه. صحيح. ناس بدت وهي اطفال هذا نادي. الفريق اليوم. نعم. اصبحت شباب. نعم. واكو شياب منهم. نعم. صاروا كلهم اللي ملحقين عليهم. صحيح. محبين لهذا الفريق. فاحنا نتمنى الكل تتكاتف في سبيل نقدر ننهض بتاريخ وسمعه القوه الجويه من خلال هذا الموسم على الانجازات، حتى نقدر نعين المدربين. خلينا نقعد شوي نريحك. وكره قويه تضرب لوليد ظهد. اجمل مواسمه مع القوه الجويه عامي 96 و97، لعب للمنتخب الوطني 15 دقيقة فقط بديلاً في الدقيقة 75 في مباراة ودية ضد الأردن عام 1999، فأدرك أن الجو مناسب له للتحليق مع نادي القوة. كابتن، أنا بمقدمة البرنامج تحدثت عن ميزة اللاعبين قصار القامة، يمكن بفترتك بالقوة الجوية وحتى بالكرة العراقية كان يعني اللاعبين كثار من قصار القامة، يعني أنت، فريد جعفر، صبار، هيثم كاظم، ليث حسين، سعد قيس، حبيب. يمكن وبعد يمكن كثير من اللاعبين يعني يمكن سالم شنشل، أتذكر بعض الأسماء يعني كان لهم ميزة. يمكن هذه حسن لاستي بالضبط. أي هسه حتى هذه الميزه هم اختفت. يعني احنا لا طبال ولا اكثر ولا اكثر. يعني بصراحه شوف، يعني انا اول ما جيت خوفوني من المرحوم كابتن عمو بابا. اي ما يحب الاقصار. ما يحب الاقصار. اي الله يرحمه. اي فباوع التجربه قدامي حبيب. نعم. جعفر. اي كان لاعب بالمنتخب. صح. هاي اللي تسمعه. فبالعكس يعني ممكن انت القصير اكثر لاعب تكون مهاري، اكثر لاعب يكون ارتكازك بالارض. اكثر لاعب هي حقيقه انه لاعب قريب على الارض وهو يكون اكثر والدليل يعني. نعم. والدليل انا يعني حتى نجوم ممكن حتى بالعالم من المميزين كانوا هم قصار القامه. نعم. تلقى مهاره، تلقى انتقاله، تلقى السرعه اللي احنا بالضبط. ممكن نحتاجها من الخلف للامام، يعني هذا اللي احنا نجحنا به بصراحه. وكثير الاهداف اللي سجلناها احنا ما نلعب مهاجمين، خلف كلكم خلف لاعبين وسط. نعم. لاعبين وسط وهدافين. أي. ممكن احنا نقدر نسجل ونقدر نصنع بهاي الفترة. بالعكس حتى القوة البدنية اللي موجودة عندك في ذاك الوقت تتحدى واحد يعني من هذا الجيل أن يتحمل التمرين المرحوم عم، واللي جيل اللي قبلنا يعرفونه شنو، يعني هم كنا نسمع منهم وعشنا التجربة وياهم. التمرين قاسي. صحيح. شنو العضلة وشنو الجسم اللي موجود اللي يتحمل هذا التمرين، هو البناء الصحيح، فكان عندنا بناء صحيح. أحمد، هداف القوة الجوية أنت لفترة طويلة ولحد الآن انت الهداف، تعتبر الـ يعني الـ من ضمن الهدافين تاريخيا. نعم. للقوه الجويه، لكن دائما وليد ظهد كان بعيد عن
منتخبات الوطنية؟ هل بسبب أنه كان هناك يعني لاعبين كثار لو أنت يعني كنت مظلوم يعني؟ لا هو أكو ظلم بصراحة، أنا ما أريد أتحدث على كل المدربين، هم مدربين يعني عزاء عليهم. بالتالي هو تاريخ، هذا هو هذا تاريخ. يعني كثير من المدربين يمكن اللي ما أعطوا الفرصة الحقيقية لولي الظهر، وكثير من اللاعبين اللي جيلي أخذوا الفرصة الكافية سواء مع المنتخبات. أنت يمكن دعيت مرة للمنتخب؟ كثير من المرات دعيت أكثر من مرة، لكن مرة واحدة 98 رحت مع المنتخب الوطني البطولة العربية اللي بقينا بها بالحدود، اللي على الحدود في لبنان، على الحدود بلبنان. نعم. هذا اللي ما دخلنا في وقته. أما لعبتين أنا لعبتين ودية. نعم. مع الكابتن حاليا؟ لا السابق وبالنجف كابتن ناجح مو. كابتن ناجح مو. نعم. رحت مباراتين، مباراة صارت ببغداد ومباراتين صارت بعمان. لعبت بس الحاية الباقيات اندعي اني. نعم. وما راح اكون بس انت وانت ترد رفض حصلت انا تجي ماشي اكيد. شوف اليوم كابتن كل انسان طموح ان يمثل بلده اكيد. يعني اليوم هذا هذا اللي صح. رغم اني اقول لك اياها، رغم اللاعبين الكثره كانوا موجود والنجوم كانوا موجود، كان اربع منتخبات، اربع. احنا ليش انا اقول لك منتخب اولمبي 84 لاعب اختبارات. صفينا ثلاثة رباعية هاي اللي كان يسووها كان كابتن أنور. نعم. صفينا منها احنا 23 لاعب اللي صارت، يعني هي هذا تكون للتصفيات الأولى. فكثير من اللاعبين موجودين، نجوم كثير، بس هي كان ممكن لك الفرصة. بس هذا تبقى اختيارات المدربين ورأيهم. أحمد، سر تمسكك بالقوة الجوية يعني الفترة الطويلة، ما حتى وانت اعتزلت ورجعوك مرة ثانية تلعب فترة بسيطة، ما قدرت تترك القوة الجوية؟ لا صعب. يمكن حتى فرصة تدريب خارج القوة الجوية ما تريد؟ لا أبد. أنا هواي هسه كثير الأندية اللي تجي بالأخص الدرجة الأولى الغيرة أرفض يعني بصراحة. بس تأمل ذوك الجمهور من صرت مدرب؟ لا ماكو أذية. شوف اليوم يعني راح أقول لك، يعني فترة من فترات عملت ضغوطات وبقيت محبوب. اي وبقت الناس. شوف هاي مو يعني أنا أعتبره كنز، هذا الحمد لله، هذا كنز. أنت ألف الحمد لله والشكر اليوم من تمشي وتلقى جمهورك هو ينزل عليك بدون ما أنت تقول، هو اللي يمدح بيك بدون ما أنت تقول. مو فقط للأمانة، مو فقط جمهور القوة الجوية، التقي بالجمهور الزوراء والشرطة والقلبة محافظات كل الناس تحبك. لأن ما سئنا لهاي العالم من كنا لاعبين. أما جمهور القوة الجوية أنا أقول لهسه وبعد 100 سنة الجمهور المتفضل على وليد وعلى كل النجوم الموجودة، لولا هم ما نكون إحنا بهاي الواجهة، ما نكون إحنا مثبتين وجودنا مع نادي القوة الجوية وبقائنا لحد الآن. المشكلة أنه أنا جايب واحد من أفضل منفذين ضربات الجزاء بالعراق، ايش قد كم جزاء مضيع؟ قليل، مو حتى على صابع ما تنعاد. اي ضربتي مشكله اليوم انا وياك ان شاء الله راح نشوف احنا اليوم. عندي اسئله انا، المهم تجاوب سجل، بس المهم تجاوبني على الاسئله. هو الاسئله اضيع اسجل اجاوب عليها، انا حاضر. هاي زين، انا حاضر. روح رياضي بس ان شاء الله اليوم جبل من الاجبال يوقع. يلا نتوكل ان شاء الله. كان يرى في كل مباراه عرسا وما بين الشوطين زمناً لزفافه. سؤال الأول، ضربة جزاء الأولى، يقال أنه وليد ظهد اتجه نحو تدريب الفرق النسوية للصالات لعدم وجود فرصة. يعني هذا يمكن أعرفه. هذا حتى جاو. أبو أحمد. نعم. كثير يقول لك إنه وليد ظهد ابتعد ماكو فرصة، فقال لك يعني الفرق النسوية يعني ممكن أشوف بها فرصتي. لا بالعكس. لا بالعكس، يعني أنا قبل لا أكون بالفريق النسوي إحنا كنا صالات القوة الجوية وحققنا نتائج وإنجازات من خلال الفرق اللي فاقتنا بالخماس الرجال. أما النسوي لا بالعكس، يمكن أنا الشيء اللي حققته بالنسوي هو فخر إنه ولنادي القوة الجوية وللاعبات اللي موجودات. إحنا خلال سنة أو أقل من سنة أربع بطولات، بطولة صحيح. الدوري. نعم. بطولة الكأس، بطولة
سوكا وبطولة رمضانية. العمل مع الناس ممتع رغم المعاناة أو التعب اللي صعوبة المجتمع والتقبل ومو بس هذا حتى العمل يعني عمل بأساس الخماس اللي موجود يعني عانينا كثير من المواهب يعني تحس أنه أكو مواهب بالبنات كثير من اللاعبات اللي موجودات أكو لاعبات مواهب موجودة وإضافة يعني حتى يعني يمكن 7 لاعبات لاعبات منتخب وطن اللي حصلن على الإنجاز الأخير هذا هو طيب كان طيب أنت أحرزت أفضل مدرب نعم صح نعم وايضا فريقك احرز الدوري احرز الدوري وافضل حارسه وهدافه ما شفتك بالمنتخب الوطني لا المنتخب بكل امانه انا يعني انا ابتعدت من المنتخب مظلوم المنتخبات الوطني على كل الاصعده هي هذا بقت على الخماسي العمل مع نعم. فريقي نعم بكل امانه يعني كل فتره انا قاعد اضيف لاعبتين ثلاثه في سبيل اقدر اسس اساس صحيح الى نادي القوه الجويه والفريق النسوي جزاء فعلا صح بعد ما رحنا ايه هسه راح اهدف انا بس هسه حتى اذا تروح عليها جول اوكي كابتن جزاء الثانية سؤال الثاني انت فترة طويلة كنت كابتن الفريق صح؟ شقد الفترة؟ كثير تقريبا 7 سنوات 8 سنوات تقريبا قائد فريق القوة الجوية يقال انه وليد ضايت كان يتحكم بجلب المدربين يمكن هاي هم اعرفها حتى جاوب هذه جزائك الصحيح حتى جاوبي هذه جزاء اللعب لا هاي حتى هذا حتى جاوب لا اوكي اوكي اذا جاوبني اكون ممنون نعم بكل امانه يعني شوف القوة الجوية أكبر من اسم ولي الله نعم. أنا صح قائد وكابتن للفريق وأكون داعم لكل مدرب اللي يجي نعم. بس ما ممكن أنا أجي مدرب وأنت لعبت ويانا وشفت الفترة دائماً حب الجمهور هذا اللي لا أنا حبي عملي فقط كلاعب أؤدي ما يريد مني المدرب أما أنا أفرض مدرب أو أجيب مدرب لا هاي من سابع ولا المدرب يقبله يعني اللي يدربونه كلهم نجوم صحيح. ما معقول أن يروح ولي الظهد يتوسط إلى مدرب هو نجم هو إنجازات صحيح. هو تاريخ فهذا الشيء ماكو أنا حتى من سجلت حبيت أجاوب عليه وأنا حاضر صار الله محضر لك سؤال شده ابو احمد سؤالي ثالث ضربه جزاء ثالثه نعم شنو راي ولي الظهد بالحزازيه ما بين الزوراء والقوة الجويه بالفترات الاخيره اي مهم اجاوب ابو احمد الفتره الاخيره هذه نعم. حتى هذه يعني بما انه انت يضرب بك المثل بالوفاء لفانيله القوة الجويه حزازيات الجمهور انتقالات اللاعبين هذه من القوة الجويه زوره القوة الجويه على قولت يقول بين يوم ويوم شلون تشوف وهذا عدم الاستقرار والوفاء الحقيقي شوف احنا اذا تحكي جيلنا او جيلكم بدينا على اسس ولاء يعني صحيح. أما تريد تطلع غصة تكون أي. مجبور تطلع تشوف النادي أما كل لاعب تلقاه مثلا اليوم بالقوة الجوية باكر تلقاه بالزوراء هاي ما كان موجودة يعني حتى الجمهور اليوم أغلب اللاعبين ممكن بأي فريق اللي يشجعه ممكن ما يعرفه لين ولا أصبح ما يلحق يحفظه يحفظه همه ويشوفه أغلب الجماهير اليوم من تسأله اما هذا الاشكالات اللي تصير هي ما تليق يعني لا يعني انا سؤالي ليش انت لعبت في فتره ذاك الزمن الجميل ايضا كان الزوراء والقوة الجوية هم قطبين صدق كان اكو يعني منافسه بس هل كانت مثل الان يعني لا صدقني انا كنت من لعبه الزوراء والجوية يعني رايح العرس شلون تكون هندامك شلون محضر يعني الجمهور اللي موجود ما راح تحس منه اي اساءه يعني انت عليك شنو انا مثلا اسجل على الزوراء من ضمن مجموعه لاعبين هم قليلين اللي كان الجمهور الزوراء يحييه نعم ليش اقول لك انا من كنت اسجل اهم شيء افرح جمهوري ما كان اكو استهداف لاحد او الكل الجماهير كل الجماهير اليوم شوف حصاد كل لاعب كابتن جمهور
الجمهور، شو وقت تفكر بالجمهور انت تكون يحبك او ما يحبك، من تنتهي مسيرتك الرياضيه بالضبط. نعم. وراح تكون بين هاي العالم، راح تعرف تقديرك يم هاي العالم شنو. وهذه رساله لكل اللاعبين الشباب، هذه رساله مهمه من كابتن وليد حقيقه، لانه فكر شلون يبقى الجمهور يحبك بعد اعتزالك. هو هذا اساس. هسه انا صديت اثنين اي مو انا ضيعته في سبيل الارض اجاوب هذا يعوف هسه بقلش جيت نزاره بعد اثنين الا قول عندي رم ليش ما راح ابتعد اصلا خل افكر لك بسؤال دقيق والله انه هواي كابتن وليد هواي لعبوا بالقوه الجويه في مكانك من اللي قدر يملي مكانك ابو احمد ابو احمد هواي لعبوا يعني خلينا نقول بعدك بعد ما اعتزلت حتى وانت كنت تلعب ايضا لاعبين وكان ايضا اسماء انا متاكد انه وليد ظهد هو ايقونه خاصه ما حد يقدر يشيل لكن ولو وصل قريب لامكانيتك او انت تشوفه يعني شوف كابتن هو شيء اكيد يمكن احنا العالم او تعرفه ما يسمونه التسعة نص نعم تسعة نص هذا اللي خلف المهاجمين اللي دائما هو تلقاه يواجه المرمى الخصم يعني موجود انا اذا احمد عبد الجبار اللي الاثنين نتميز بهذا الشيء وكثير من اللاعبين اللي موجودين اما انا شفت بشار بكل امانه نعم. لاعب مهاري انتقل من الخلف لاعب القوة الجوية القوة الجوية أيه. يعني مثلا محمد قاسم نعم ايضا هم من اللاعبين اللي احس نفسي بيهم حلو. لاعب صانع العاب نعم. وايضا هداف ويمتاز بالمهارة علي رجع للقوة الجوية لا 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 بكل امان انا الشخص يعني احبه واحترمه بشكل لان موهبه هو موهبه بكل امان بس موهبة. يحتاج انا شيء اكيد ممكن تهذيب وتثقيف كروي كروي في سبيل هو انا احنا مو حكينا بهذا الموضوع يعني هو البقاء والاستقرار باي نادي هو يعطيك هذا هاي الثقافه غلبتك انا اي والله تستاهل هذا انجاز لانه يعني مو سهل وليد ظهد يخسر بالجزاء تستاهل هاي الجزاء هاي الكره هاي الكره هاي الكره حتى تيهت هاي ما راح تفوت بعد والله بس خل اسمع ابو احمد اخر سؤال احنا تعبناك لا حاضر يقال في الزمن الماضي يعني انه كان وليد ظهد يبعد بسبب اسماء معينه داخل المنتخب شو السؤال هذا؟ ابو احمد ابو احمد اربعه من واحد كابتن حبيبي صحيح لا لا بكل امانه يعني قصدك من اللاعب ولي ضايد المنتخب لا من اللاعب يعني لاعبي المنتخب لا بالعكس احنا كنا حكينا واحنا قاعدين كل اللاعبين بالسابق يستحق ان يكون لاعب منتخب وينافي كلها نجوم يعني ما تقدر تذكر اسماء هسه كلها هي عمالقه كانت بس هي انا قلت لك هذا تبقى اختيار يعني اختيار مدربين انا اليوم اظلم نفسي واقول فلان من اللاعبين كان لا هذا ما موجودة وجهة نظر يعني وجهة نظر المدرب ووجهة نظر احترمها يعني احنا تعبناك بالجزائر لا بالعكس نروح نقعد بمكان حلو نشرب شاي ونعشيك وهذا عندنا عندنا بعد اشياء هواي نتناولها عن حياتك حاضر حبيبي حاضر الله يوفقك حبيبي كابتن جبناك بصالة الألعاب يعني هوايات عندك أخرى غير كرة القدم؟ شيء أكيد يعني كل رياضي عنده هواية ثانية الهواية اللي هو يلعب فيها يعني السباحة المنضدة موجودة زين بالمنضدة أنا كلش قوي بالمنضدة ما لاعبين إيه وما صارت لنا الفرصة نلعب إن شاء الله نلتقي إن شاء الله ما أقول لك القوة ذي أبو أحمد أنت مقل يعني بعد التمرين للبيت نعم
قليل لقاءاتك ها بالمجتمع الرياضي بشكل عام. ما التقي هواي يعني، نوبات اذا صدفت تريد تصير تصير مباراه اروح، اكثر شيء يعني قاعد بالبيت من التمرين للبيت. عندك اصدقاء مقربين من الوسط؟ عندي. قريبين كلش، مو قريبين بالمعنى الاخر يعني؟ لا لا يعني هو موجود كابتن سرمد علاوي، موجود كابتن احمد هلول، دول اللي دائما قريبين مني يعني وياي خلال التدريب وبرا التدريب. اكو فد قصه او فد موقف صار وياك لما صرت حارس مرمى، شلون؟ هاي بدنا نلعب ضد كركوك. نعم. بملعبنا. ايه. 2004 2005 الدوري اللي اخذناه. نعم. في الشوط الاول تعادل، الله يرحمه كابتن صباح عبد الجليل. الله يرحمه. بدل ثلاث لاعبين بالاستراحه. كانوا مو زيني. بدل عزز. ايه. احمد خضير و العفو لؤي كان موجود ويانا. فاول خمس دقائق ضربه والاوف سايد، المهاجم وراح. كان الحارس علي. ايه. علي كامل ولا علي حسين؟ علي حسين يعني. طلع له وضرب المهاجم وانطرد. فكابتن هاشم خميس موجود. قلت له اني اصد، انا بصراحه يعني من قبل. ان كان الله يذكره بالخير كاظم شبيب وكنا بالاول. انا اصد هم يشوتون عندي هاي. حلو. الهوايه بالفرق الشعبيه هم ايضا تصير ضربات جزاء هم اصد. زين. فبقت 40 دقيقة مو شوية يعني. 40 دقيقة لعب؟ 40 دقيقة ثاني شوط والنتيجة تعادل. تبروك صار شو؟ أول ما نزلت هو فاول. إيه. أيوه الحمد لله والشكر انتهت بالتعادل يعني. عندك صورة لل موجودة بالأرشيف مال العراقية. موجود. مباراة هي موجودة عندهم. لا أريد صورة وأنت صورة لابس ما عندي قفاز يعني. وهذا. أيوه قفاز صايتش علي. الدريس روب. كابتن من جيلك بعدك تتواصل ويا جيلك بالتحديد، جيل البطولات وجيل هذا بعد اكو تواصل مستمر يعني؟ موجود انا باستمرار ويا هيثم كاظم. نعم. ابو الكسره. اي نلعب هيثم. يعني سوا هيثم كاظم جاسم. جاسم. أي. ابو مصطفى تحياتنا لك. دول اللي احنا نلعب بفريقي دائما. دائما سوا بالمناسبات بكل امانه يعني مناسبات. نعم. نلعب اذا كريم صدام، اذا حبيب، اذا نعيم، الولد كلهم على وهيب يعني نلتقي نشاوف بالمباراة يعني. أنت اشتغلت ويا أيوب أديشو؟ نعم. كلاعب ومساعد يعني. مساعد. مساعد. نعم. وأيوب الموسم يعني طبعا قبل الفات هو كان محرز يعني أحرز الدوري والكأس. شلون يعني خروجه من القوة الجوية بهالطريقة كان صحيح؟ بكل أمانة يعني الرجل هو المرض اللي يعني يمكن على مود عيونه طلبا بس بعدين رجع يعني. هو رجع مو اراد الفرصه بالنسبه له يعني النادي ممكن اتفقوا وياه اني ما اعرف ايه يعني اتفقوا وياه اتعالج وارجع خلي المساعدين او هيك امور اني ما تعرف هاي امور ما اتدخل بس هو اكثر شيء خروجه كان على مود العمليه يعني انت انا اسالك كمدرب الان استقرار التدريبي لاي مدرب مهم جدا صح؟ مهم يعني خلي افكاره دائما على الـ على الـ على الـ كل المدربين الواقع. بالذات هو كابتن ايوب اللي اشتغل ويانا. نعم. اشتغل ويانا 2000 العفو 96 7 الاربع بطولات. نعم. تعتبر. نعم. هو من الاستقرار يعني حتى اللاعبين اللي جابهم هم شايفهم ويعرفون فكره بالطلبه. نعم. وياه وضافهم انه صار استقرار بالجانب الفني اللي موجود. اللاعب يكون استقرار فني، المدرب يكون استقرار فني بين ما بين اللاعب، تحفظ افكار المدرب، يحفظ نفسيات اللاعبين، شنو اللاعب يحب شكره، شنو اللي والمه مثلا من خلال طريقه فهذا كل استقرار باي عمل هو مهم راح تقل او تزيد التفاهم بين ما بين اللاعبين. انت بديت بالفرق الشعبيه بالمدينه. نعم. صحيح؟ نعم. ويا اي فريق؟ كان مركز شباب احنا، مركز شباب الرساله. نعم. هو من خلال اني جيت الى براعم القوه الجويه بال 85 مباراه عندنا مع البراعم. نعم. وشافني اوجه له كل التحيه الكابتن صباح عبد الرزاق ومن خلاله الرجل هذا اللي متفضل على بدايه ولي الظهر من خلاله اخذني وبدت مسيرتي مع المدربين الباقي. كل هالمواهب اللي خرجتها المدينه ما شفنا فريق قوي منافس بالدوريات على مدى التاريخ يعني. فرق شعبيه؟ لا انا اتكلم يعني على نادي يلعب بالدوري الممتاز. لا ما يعني خلينا نقول يعني نادي
وكان نادي الحسين موجود. نادي الحسين موجود. لكن ما كان يعني ما كان أكو نادي بعد كل هاي المواهب اللي خرجت من المدينة بالتحديد. كابتن كلها إحنا قبل ماكو أندية يعني. ماكو أندية مراكز شباب كان. ما تأسس نادي. ما تأسس نادي. نعم. أغلب اللاعبين الموهوبين اللي نقولوا العتم إمكانية انتقلوا للزوران، انتقل نادي الشباب القريب، النادي القوة الجوية للصناعة. نعم. صناعة أقرب. أقرب. القوة الجوية. نعم. والصناعة أقرب. صحيح. اللي خرج أجيال من اللاعبين. جابونا شامين. وهسه. على كرم. نروح نتعشى. نتوكل على الله. يلا. إن شاء الله حبيبي. أبو أحمد الله بالخير. الله بالخير. جبناك هنا شوية الأجواء جميلة، لكن قبل ما أتناول صور ذكريات والمواقف الجميلة بالنسبة لك، سؤال ما سألت لك إياه، وليد ظهد شلون يشوف وضع الكرة العراقية الآن؟ يعني بكل أمانة يمكن كل الرياضيين اليوم والمعين شلون كرة القدم. نعم. والخبراء يقول لك كرة القدم للهاوية. يعني احنا اليوم نتباوع لا استقرار بالكادر التدريبي ولا راح يعرف هسه لحد الان ما راح تعرف منه اللي يكون مدرب على المنتخب الوطني. لا اليوم خلى يعني كمؤقت كابتن راضي شنيشل على المنتخب الاولمبي والوطني. وهي هذا اذا تسني مو صحيح. يعني انت كابتن راضي هو تسمى على الاولمبي. مو صحيح؟ المنتخب الاولمبي لان عنده استحقاق. وتكون تحمله مو يتعب وقد المسؤوليه الرجل. مدرب لا غبار عليه كابتن رابو من المدربين اللي كفاه يعني. بس انت مهمتين تكون صعب يعني. احنا مو تعتبرها يعني تقليل من شأن المدرب العراقي يعني اوكي كمدرب عراقي يستلم مهمتين ماشي، لكن ايضا هناك مدربين ليش ما يعني يعطيهم المهمه؟ موجودين كثير يعني، احترامات لكل المدربين. مدربين كفاه يعني بكل امانه، يعني ما اريد اجيب اسم خاف انسى اسم. الكره العراقيه تفتقد مواهب ولا تفتقد تنظيم ولا تفتقد مدربين ولا وين المشكله؟ كلها. تنظيم ما موجود. قله مواهب اللي احنا دا نشوفها ودا نعاني منها الان. يعني مر اساس هاي الموهبه. نعم. ما موجود اللي هو العمل بكل امانه. احنا هسه احنا ما نريد نروح للشام، نتمنى يعني نتمنى تكون الكرة العراقية ترجع إلى أمجادها، إلى استقرارها، إلى تخطيطها الصحيح في سبيل نظهر بمنتخب يعيد البسمة إن مثل ما 2007 مثل ما 86 المنتخبات اللي كانت وبطولة الخليج اللي قمنا الآن نتحصل على بطولة الخليج يا كابتن. أنت بعيد عن التسميات للمدربين الفئات العمرين. لا بعيد مو يم الموضوع. إيه ليش؟ يعني يم الناس المعنية يعني. هاي دي أمور. أنا أريد أتناول شوية بعض الذكريات الجميلة. نعم. بالنسبة لوليد ظهد راح أشوفك أول صورة تتحدث. نعم. لي عنها. الله هاي المرحوم ناطق هاشم. أنت علاقتك بي كانت مختلفة. كابتن نور يعني الحكي هاي رحمه الغفران للكابتن ناطق هاشم. ألف رحمه الغفران له. يعني أنا مديون له طول عمري بكل أمانة. وش أريد أسوي لهالرجل هذا ما أجازي. في كل شيء. طبعا بدايتك بالقوة الجوية. هاي بدايتي الدور اللي قبله 91 ويا كابتن عادل يوسف اللي اخذنا الدور والكاس، وهذا الموسم 92 93 مع المرحوم عمو بابا. نعم. فهو اجى كان تعرف اكو كلام ولغط على المرحوم عصابه وما ادري ايش. من اجيت عشت الحاله وياه شفت غير. ماكو هذا الشيء. نعم. يعني كيان ناطق هاشم كيان القوة الجوية. وروح انت من صرت نجم قال عليك انت ايه؟ انت شلون راح تفسر هذا الشيء؟ هذا الشخص تربطه بنادي القوه الجويه، ما كل يوم واحد جنازه اخوه موجوده بالبيت يعوفه ويجي يلعب يجي الملعب. نعم. يلعب المباراه. صحيح. ويسجل ويرجع. صحيح. اذن شنو هاي الروح بينه وبين واحد من اللاعبين الافذاذ اللي يعني قدموا للكره العراقيه اللي تعلمته من يمه هو هذا، يعني جسد بي حب نادي القوه الجويه والولاء من خلال معاملة هذا الشخص وياي. الله يرحمه. الله يرحمه برحمة الواسع. صورة ثانية. هاي منتخب شباب. ايه. الله. وين هذه؟ هاي بطولة الجمهورية كانت. نعم. بالكشافة هاي. هاي كانت منتخبات تشارك، منتخب كركوك، منتخب أسماء البصرة. اكو اسماء معروفة هنا ها؟ اي وياي زياد طارق. علي وهيب. موجود علي وهيب.
رعد محسن، رعد، خالد عطيه، الجولتي خالد عطيه، نعم. شفيق، شفيق جبل، اي نعم، شفيق نعم، جبل، نعم نعم، وايد لاعبين يعني. هذه اي سنه كانت؟ هاي الثلاث 92 صورة ثالثة. اوه هاي شباب الجوية وشباب الزورة. هذه شباب الزورة وشباب الجوية؟ هاي بملعب الشعب. وهذا الجمهور؟ هذا قبل الأول. قبل المباراة هذا الافتتاحية قبل الأول، هنا أغلبناهم 2-0. كان المدرب أوجه له التحية الكابتن حميد سلمان. أها. هاي أغلبنا بها 2-0. هذا هو زمن الفئات العمرية الحقيقي. هو هذا. لو تلعب قبل الفريق الأول. كابتن اكو مسألة يعني تدرجنا بيها، ما فد يوم تحولنا من البراعم للأشبال والمدرب اللي استلمنا قال انتم مش متدربين. أي. يبني علينا الأساس الصحيح الثاني. نعم. إلى أن وصلنا تدرجنا هاي ويا الشباب سنتين أخذنا الدوري. أي. بهاي ويا كابتن حميد سلمان وضد الزوراء كنا نلعب يعني انعرفنا قبل لا نصعد للأول. إيه شهرته قبل الأول. قبل يعني الملعب مخبط. ملعب ويعرفوه. بكل مباراة. المميز يبين. يبين المميز كان. حسام فوزي موجود ضدي. هذه صوره. هاي من الانجازات. هاي الاربع بطولات. هاي الاربع بطولات. هي الكابتن العزيز ايوب اديشو. هاي اربع بطولات هي يمكن اللي بقت يعني بالتاريخ. نعم. وهي الانجاز الاول اللي بدا ويا كابتن عادل يوسف الدوري والكاس يعني هي بدت كمل. نعم. يعني تقريبا بالتسعينات بدت الانجازات تتلاوى مع القوة الجوية. إلى أن ختمناها هي بهاي اللي أربع بطولات كانت، لأن يمكن إذا يباوع المدرب يحير إن من يلعب بهاي الفترة. كل بكان بي ثلاث لاعبين أربع لاعبين كان مميز فريق مميز الجوية. أي تشكيلة ممكن تلعب هو يأدي، والحمد لله قدرنا نتوفق بها أربع بطولات. آخر صورة بفقرتي طبعا الله هذا كابتن أيوب. أي. هاي يعني 2013 تعتز بعملك مع الكابتن أيوب. كابتن أيوب شيء يعني عالم. نعم. عالم بوحده يعني من إذا تربوي وإذا مدرب تحياتي من الفكر عالي استفاديت من يمه كلاعب. ليش ما استمريت وياك كادر ثابت؟ هو الرجل مو ما عنده كادر ثابت يعني. هو ما بشوفه لا من يجي يعني من يجي بالقوة الجوية عنده كادر أكو موجودين من يروح مثلا كثير عملوا وياهم ما يلتزم بأي أي أي كادر يعني، بس هو اللي يرتاح وياهم واللي يحس اكو راحة. استفاديت منه كثير بكل أمانة كثير يعني كثير. زين أنا بدي أسأل قبل ما ننهي مسألة التبادل أيضا يعني هناك أسماء معينة مدربين الأدوار يتبادلون الأدوار بنفس الأندية. نعم. شلون تشوفها؟ يعني هي شيء أكيد راح أقول لك هو الذنب يعني للرجل المدرب من خلال يعمل من خلال عمله. نعم. واليوم أنت مثل الزوراء مثل الجوية مثل الشرطة مثل الطلبة الفرق المحافظات اللي متميزة. نعم. اللي موجودة الآخر كلهم يدورون على مدربين صاحبين خبرة. نعم. حتى يعرف شلون يسير الفريق أو اختيار اللاعبين بصورة صحيحة حتى من خلال هذا المدرب مع لاعبين جيدين مع إدارة جيدة يقدر يحقق إنجاز. وإحنا كل الأسماء يعني سنشوف مثلا باسم قاسم ينتقل للزوراء يحقق في جماعة الجوية أيوب وديشو نفس الحالة عنده بصمة كلهم عندهم بصمات يعني نوبات أنت أكو مدرب وين ما ينتقل هو ما راح يحقق ما محقق أي نتيجة هنا ممكن تعيب أو تطي الصوت على الإدارات اللي ممكن تجربة جيب. المدربين الشباب بالموسم هذا الفات كلش ناجحة بالعكس ممتازة يعني من ولي كريم كابتن ولي كريم إضافة إلى كابتن لؤي أحمد عبد الجبار أنا أنسى الأسماء هواي هواي والله هواي يعني مدربين يعني كثير ثبتوا وجودهم. نعم. مع المدربين الكبار وبلاعبين الشباب يعني. نعم. يعني مع لاعبين قصي. نعم. أحمد كاظم بكل أمان. نعم. سامر سعيد نعم. مع سامرة يعني رغم النتائج بس اليوم تباوع سبع لاعبين يعني إلى ست لاعبين مدرب شاب يستلم فريق وهذه مهمة يعني هي هذا تعتبر إله كمحطة أولى ممكن يبين بها قدراته خبرته تزداد من خلال هكذا فرق. أنا أشكرك جدا هاني أشكرك شرفتنا ونورتنا حبيبي لعبناك أنا شوي أنا شوي عمل التصوير صعب بالعكس لكن هاني. والله كنا مستمتعين ممتع كنا يعني. كل التوفيق أبو أحمد الله يوفقكم إن شاء الله ويا ربي إن شاء الله دائما الأعلى الله والأعلى الله يوفقك شكر خاص إليك شكر خاص للكادر اللي موجود اللي تعبوا ويانا وأتمنى لك كل موفقية بهذا البرنامج الممتع شكرا لك كابتن حبيبي حلقتنا انتهت نشوفكم بالأسبوع الجاي حلقة جديدة وضيف جديد